فلتنصت إن النصيحة مغنم إن ساكن مكة في نعمة عظيمة بلد الصلاة فيه بمئة ألف صلاة والحسنات فيه مضاعفة وقد كان يقال لأهل مكة أهل الله فيا له من شرف ما أعظمه ونعمة ما أجلها وعلى أهل الحرم أن يعلموا ويعلموا من تحت أيديهم أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فالدم في مكة مغلظ لا كغيرها حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخطيئة مصيبها بمكة أعز علي من 70 خطيئة بغيرها وكثير من السلف كره السكنى في مكة خشية ألا يقوم بحق هذه البلدة المعظمة وإن من أهل مكة لموفق عرف قدر نعمة الله عليه فهو لا يكاد عن المسجد الحرام يغيب ولا عن الطواف بالبيت يتأخر حافظ على حرمة الحرم أخوف ما يخاف الإلحاد فيه فهو كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى فهنيئا والله لمثل هذا أرض طيبة ورب غفور فيا لسعادة من هذا حاله عرف فلأثم لكن الأسى كل الأسى خلاف هذا مما يجمع العين ويفطر الفؤاد لم تراعي حرمة حرم الله أيها الأخ المكي ينبغي لنا ونحن من مكة أن نتميز بحسن الجوار وجد العبادة وطيب تعامله ودماثة خلق هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.